هاي السبب يعني. شوف من هنا أنا الاستدارة، خب ليش مو من هناك يفتحوها من شارع الأطباء تنفتح ديك وبلها للزحامات ومن هنا يجون وهذا كانت يعني الصبات دنيش خي يشيلوها يعني لو ايش عايفيها وهذا كنا بالله نقول من هنا طريق ازدحام وهاي السوالف. تدرون انتم مال المحافظة تدرون هسه صار مجسر ومسدود الطرق وازدحامات من هنا والعمال ويعني الظهرية بالوحدة بالثنتين تصير لك قتل ومقتول، ما تقدر لا تاخذ راحتك لا ابو محلي يقف لا ابو سياد تقف ومن هنا النجدة ومن هنا الشرطة ما تقدر يعني تقف وتاخذ راحتك. خوش حكي وهذيك يعني عين صاديها خاب افتحها هسه انت قاعد تشوف انت بعينك شلون ازدحام وعالم وهذا. افتح ديش الاستداره وبلها ازدحام وهاي اسدها هاي اليم الحفره اسدها واسوي شيء نظام وحلو ومرتب. لو ايش هالازدحامات وهالخربطه هاي تفتح لنا هاي الشارع هاي الفلكه الاستداره مال شارع اطباء يعني عندك هسه هاي الفلكه قطع شارع بها يعني منها هسه انا صار تو حادث يعني بس هاي الفلكه يعني من يجون من قائد من قادسيه من يم الترافيك لايت الا هاي الاستداره يعني لو يفتحونها مال هاي مال شارع الطباء الازدحام يخف شوي الدكاكين كلها تعاني يعني فرد نوب ضيم من الاستدارة هاي حوادث كلها فرد نوب هاي تو حادث هنا صار. اي والله واحنا نعاني فتحنا استدارة هاي مال شارع الطباء عندك هاي يا عمي الاستدارة يعني فرد نوب عليها ازدحام يعني هم جاي يشوفون بعيونهم هاي العمال هنا قاعد تكون مال المصدر فرد نوب يعني حوادث يومية اقل ما تندعم اقل ما يصير حوادث خمس حوادث ستة هاي صار لها شهر كامل. جي هنا مدير البلديه استاذ عمر وانا شخصين حكيت وياه قال لي ثلاث ايام او بالكثير خمس ايام نسوي هاي الطسه وهاي الجسر من قبل داعش هاي الجسر وانا متاكد من صنع كلامي خمس سنوات النوب ما يكمل هاي الجسر وهاي الوضع ما الطسه هاي صورها صورها هنا هاي صور هاي الطسه صورها هنا تعجبها يعني الله يعينك هاي الاستداره هاي نص كيلو ما زفت نص كيلو ما يقدر يخلونه هنا هاي الصبات هنا مسدوده هاي الفلكه مسدوده هاي طسه على السياره 30 سنتيم اكو سياره تصعد سيارة شغلها 39 سنتيم وين لاقينها عمي؟ بيا دولة صايرة واحنا هسه 2020 بال 2020 وهاي شوارعنا وهاي لوفاتنا. امتى نصير؟ بس قول لي يا سنة نصير امتى؟